السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الحلقة الثالثة من مناقشتنا وعرضنا لكتاب التصوير الفني في القرآن للأستاذ المفكر الإسلامي سيد قطب عليه رحمة الله. وما زلنا مع الفصل التصوير الفني في القرآن، وأيضا التصوير الفني ينتقل للقصص، يعني القرآن مليء بالقصص، والذي يصف هذه القصص يعني بتصوير فني إبداعي غاية في الجمال. فعلى سبيل المثال الأستاذ سيد قطب يضرب بعض هذه المشاهد، يعني في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة يعني أصحاب الروضة، بلوناهم أي اختبرناهم، أصحاب الروضة ناس ورثوا حديقة، ورثوا حديقة، هذه الحديقة كانت مخصصة للفقراء والمساكين، يعني يطعم منها الفقراء والمساكين. فلما ورثوها أقسموا أن يجعلوها لأنفسهم فقط ولا يأكل منها الفقراء، وباتوا وهم على هذه الحالة. فعاقبهم الله في الليل بأن أرسل ريحا دمرت وأحرقت هذه الروضة. فخلونا نتتبع القرآن ونشوف كيف وصف القرآن هذه القصة بهذا الجمال اللغوي والإعجاز اللغوي، إعجاز البيان فعلا. في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني أي يمنع الفقراء من يصرمون، يعني يقطعون ثمرها عن، ويمنعون ثمرها عن الفقراء، ولا يستثنون، ما فيش حد هياخد ولا ثمرة واحدة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. بالليل بقى المشهد ده كده انتهى، وننتقل لمشهد آخر وهم نائمون في الليل. فطاف عليها طائف، ده ما ايه الطائف دوت؟ ما نعرفش ايه الطائف ده، طائف وكأنه شبح كده عدى على الحديقة دي فدمرها تماما. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. صحوا الصبح بقى الحديقة بتاعتهم تدمرت تماما، واستيقظوا صباحا فتنادوا مصبحين: يا فلان يا فلان، هيا نذهب بنا إلى الحديقة كي ننال ثمرها ويمنعون الفقراء عندها. أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني إن عقدتم العزم فعلا على أن تمنعوا الفقراء من أكل ثمرها فلنذهب إلى الحديقة. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ما فيش مسكين ولا فقير سيدخل الحديقة بداية من اليوم. وغدوا على حرد قادرين، الحرد هو المنع، غدوا على حرد يعني عندهم القدرة أنهم يمنعوا الفقراء من الاقتراب من هذه الحديقة. فلما رأوها، لما راحوا بقوا شافوا الحديقة بتاعتهم تدمرت، الروضة البستان تدمر تماما عن بكرة أبيه. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، دي مش حديقتنا، دي احنا غلطنا في العنوان. بدأوا يعني شكوا في أنفسهم أنهم أخطأوا في العنوان. فلما تأكدوا إن لا ده العنوان مظبوط، فيلا 17 شارع المعز بالله، ده هو العنوان مظبوط. فيعني إيه، قالوا بل نحن محرومون. لما أدركوا بقى أن لا ده هي فعلا هذه حديقتهم وهذا بستانهم، أدركوا أن المصيبة التي حلت عليهم، فقالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم، أوسطهم أي أعدلهم، يعني أوسطهم لا تعني الشخص الوسط، واحد اثنين ثلاثة برقم اثنين اللي بينهم الوسطان بستان، لا أوسطهم أي أعدلهم، أكثرهم عدلا. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، مش كنت قلت لكم يعني تاخدوا تستشيروا، يعني تصلوا صلاة استخارة وتقولوا بإذن الله إن شاء الله، لولا تسبحون ألا تذكروا الله. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، لكن بعد إيه؟ بعد فوات الأوان. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل واحد بيلقي التهم على الآخر، أنت اللي قلت فكرة إن إحنا نمنع عنها الفقراء،
لا ده انت اللي قلتها، طب وانت وافقتني. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، كنا ظلمة، احنا ظلمنا أنفسنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هنا تابوا بقى، ولكن بعد فوات الأوان. كذلك العذاب، ده عذاب من ربنا ليهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعني صراحة إعجاز في الوصف، شيء غير عادي غير طبيعي. نأتي بقى على القصة الثانية في سورة الكهف، قصة صاحب الجنتين. ودعونا نقرأ معا الآيات ونقسمها إلى مشاهد. المشهد الأول يبدأ بهذه الآيات: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ورجلين، واحد ربنا أعطاه حديقتين بستانين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. يعني ربنا فاتح عليه من وسع. يعني المشهد الثاني: وكان له ثمر، هذا الإنسان الذي أعطاه الله وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا هو المشهد الثاني. المشهد الثاني هو هذا الحوار الذي دار بين الاثنين. وبعد هذا الحوار مباشرة، وكأنهما كان يتحاوران أمام بوابة البستان الجنتين. فهذا المشهد الثاني نستكمله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. شوفوا دايما ربنا لما بيصف الظالمين دايما يصفهم بأنهم ظالمي أنفسهم. الإنسان الظالم ده بيظلم نفسه في البداية، وقبل قبل أن يظلم الآخرين هو يظلم نفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني فصاحبه رد عليه وقال له، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا، يقول له لولا أن أنت دخلت جنتك هذه الروضة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، يرسل على حديقتك دي بقى، يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يعني يقول له يعني عسى أن ربنا يدمر لك الحديقة دي تماما طالما أنت يعني كفرت بالله هكذا. وسبحان الله في تفسير هذه الآية الشيخ الشعراوي يعني فسر كلمة حسبان تفسيرا لغويا أكثر من رائع. يرسل عليها حسبانا من السماء، وليس مجرد حسبا، يعني الحسبان هو الحسبة التي تكون أكثر دقة من مجرد زي كده الشمس والقمر بحسبان، يعني شيء محسوب بدقة متناهية. فربنا أرسل على هذه على هاتين الجنتين عقابا محسوبا بدقة. وهنا نأتي إلى المشهد الأخير. المشهد الأخير: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، تدمرت تماما، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب له مثل الحياة الدنيا. بعد هذا التصوير الفني الرائع يأتي الغرض الديني، الغرض الديني بعد هذا التصوير والحوار والأكشن ده كله. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا، هذا هو الغرض الديني. ولكن حتى هذا الغرض الديني الله وصفه بتصوير فني رائع. وصف الحياة الدنيا
واضرب له مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. بعد هذا التصوير الفني يأتي وكان الله على كل شيء مقتدر. وأيضا استعرض الأستاذ سيد قطب قصة سيدنا إبراهيم وكيفية كيف أن الآية انتقلت من الخبر إلى الدعاء مباشرة. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا هو المشهد الأول في القصة. الستار يفتح على إبراهيم وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهما يضعان أو يرفعان القواعد من البيت ويبدأ بالدعاء مباشرة ربنا تقبل منا إنك أنت. هذه النقلة يعني نقلة أيضا فيها إعجاز بياني لأن أيضا السياق الطبيعي للجملة لو آدمي يكتب هذا الوصف سيقول إذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت ويقولان أو ورفع أيديهما بالدعاء ويقولان ربنا تقبل. لا، هنا الدعاء بدأ مباشرة بعد الخبر وهذا أيضا في سرعة أحداث ونقلة قوية في رسم المشهد المسرحي الذي نشاهده. ونفس الشيء يحدث مع قصة سيدنا نوح أيضا مشهد سينمائي، يعني نحن نقرأ الآيات التي تصور مشهد الطوفان وكأننا نشاهد مشهد سينمائي. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى موج كالجبال تخيلوا بقى ونادى نوح ابنه وكان في معزل. يعني هنا نوح سيدنا نوح يعلم أن ابنه سيغرق وأنه من الكافرين ولكن عاطفة الأبوة غلبت عليه كنبي فنادى على ابنه يعني في محاولة أخيرة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وصف هذا الحوار بيعطي أيضا الوصف بيعطي المشهد حيوية وكأننا معهم فعلا نشهد هذا الطوفان ونسمع الحوار بينهم وحال بينهم فكان من المغرقين. الغرق تم بسرعة كبيرة يعني يعبر عنها حرف العطف فا، حرف العطف فا يفيد السرعة فكان من المغرقين بمنتهى السرعة. وقصة سيدنا يوسف أيضا ولكن قصة سيدنا يوسف هو يعني خصص لها مقطعا كبيرا في فصل لاحق ولذلك سنتحدث عنه فيما بعد. والآن سنتعرض لمشاهد يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة يعني عديدة حتى أن الأستاذ سيد قطب بعد أن كتب هذا الكتاب بعامين نشر كتابا آخر عن مشاهد بعنوان مشاهد يوم القيامة. هذه المشاهد التي فيها تصوير فني وفيها كل عناصر التصوير الفني، يعني على سبيل المثال هذه الآية فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. أيضا يعني هذا المشهد مشهد البعث وحالة الفزع التي سيكون عليها الناس عند البعث. وفي يعني جملة في يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. في التفسير الطبري وتفسير ابن كثير وباقي التفسير يعني شرحت وفسرت هذه الآيات بالتفسير اللغوي يعني تصوير حالة الفزع إن الناس كلنا سنخرج من القبور ونجري في كل مكان في حالة فوضى وفي حالة فزع كأننا جراد منتشر. ولكن وجدت يعني في تفسير القرطبي مقاربة جميلة فهو يقارن بين هذه الآية بين سورة الجراد المنتشر وبين سورة الفراش المبثوث في سورة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فهو يقول يعني هاتان حالتان مختلفتان في تفسير القرطبي. يقول إن عند خروجنا من القبر لحظة خروجنا من القبر سنكون كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث المنتشر في كل مكان في حالة فوضى عارمة لا اتجاه
معين نأخذه. هذا تماما كالفراش الذي يطير في كل مكان بلا اتجاه معين. ولكن حين نسمع الداعي يدعونا فتولى عنهم يوم يدعو الداعي. الداعي حين يدعو الداعي والناس يستمعون أو يسمعونه يسيرون خلفه في اتجاه واحد، فهنا يكونون كالجراد المنتشر، كالجراد المنتشر. فهذا هذه يعني اللقطة في تفسير القرطبي يعني لقطة جميلة. وأيضا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني أربع صور متتابعة للفزع والخجل والهيبة والاستسلام والرهبة، يعني مهطعين خاشعين في ذلة، خاضعين مقنعي رؤوسهم، مقنع الرؤوس إما تأتي بمعنى الرفع أو الخفض، إما أنهم يعني في مفسرون فسروا مقنعي رؤوسهم بأنهم رافعي رؤوسهم إلى أعلى ينظرون إلى السماء، أو خافضي رؤوسهم في ذلة وخضوع لا يرتد إليهم طرفهم، يعني عينهم شاخصة تنظر ولا ترى، لا يرتد إليهم طرف، لا عينهم لا تغلق أبدا، لا من شدة الفزع والخوف. وأفئدتهم هواء، لا شيء في أفئدتهم من شدة الخوف. يعني أيضا في بعض التفاسير تقول وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والفزع. فصورة الهول الأكبر بقى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه صورة الهول الأكبر، الفزع الأكبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. كل مرضعة هتنسى بترضع طفلها اللي بترضعه ده، هتنسى وتضع كل ذات حمل، كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رسم دقيق وصورة مرعبة، مرعبة لهذا اليوم، يوم الهول الأكبر. وأيضا صور لا يدركها الوجدان، القرآن صور بتصوير فني صور لا يدركها إلا الوجدان، صور موجودة في الوجدان. على سبيل المثال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ولا يسأل حميم حميما. وأيضا آيات كثيرة، يعني كل إنسان سيكون في حالة أخرى لا يهتم إلا بنفسه، يقول نفسي نفسي. وهنا الآيات تستعرض الصيحة الأولى، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذه صيحة الموت، الصيحة الأولى في حياة الدنيا هي الموت، كل صيحة واحدة وكل يموت ولا يستطيعون توصية لأهلهم ولا أن يرجعوا إلى أهلهم. الصيحة الثانية صيحة البعث من القبور، ونفخ في الصور، هذه هي الصيحة الثانية، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. في بداية الخروج الناس لن تفهم ماذا يحدث، ولكن سيدركون مباشرة حين يرون كل هذه الملايين من الناس في تخبط وفاضة، يدركون أن هذا هو يوم البعث، فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وحين يدركون ما الحدث، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والصيحة الأخيرة هي صيحة الحشر، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم، شوفوا فاء حرف العطف، فاء السرعة، بمجرد الصيحة ما تتم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. والآيات القرآنية صورت النعيم والعذاب، يعني تصوير العذاب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني تخيلوا هذه الصور نحن كأننا نراها. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
حتى إذا جاءوا إلى جهنم فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها الحراس الموجودين والملائكة الذين الموكلون بالعذاب يعني، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي آية أخرى عكس هذه الآيات وصف النعيم، نعيم المؤمنين، وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، نفس سياق الآيات، نفس التقسيم الإيقاع، وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، الآية السابقة وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها هنا مع الكفار، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأيضا استكمال الآية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وصف دقيق لحال الكفار وهم يساق بهم ويذهبون إلى جهنم، وحال المؤمنين وهم أيضا يساقون إلى الجنة. وهذا الحوار بين خزنة النار مع الكافرين وخزنة الجنة مع المؤمنين شيء جميل. وحتى أن هذا الأسلوب التصويري استخدم حتى في سياق المنطق والجدل والدعوة، اللي هو المفروض أن في أسلوب الدعوة يعني ربما الإنسان لا يحتاج لهذا التصوير الفني، ولكن في القرآن أيضا استخدم التصوير الفني للدلالة على يعني على وجود الله يعني. فهناك تصوير مشاهد الطبيعة الصامتة وطبيعة متحركة سواء في السماء أو في الأرض. من الآيات التي تصف الطبيعة الصامتة في السماء الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى، سورة الملك، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، يعني انظر كي عدد ما شئت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهذه في طبع وصف الطبيعة الصامتة في السماء الدالة على وجود الله، وصف الطبيعة الصامتة في الأرض الدالة على وجود الله، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الزروع تكون المتجاورة يكون منها الزرع الصنوان يعني من نفس النوع وغير الصنوان من أنواع أخرى، زروع كلها متجاورة تسقى بنفس الماء ولكن تأتي بثمار مختلفة في الطعم واللون والشكل. فيأتي الغرض الديني في نهاية الآية إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، هذا هو الغرض الديني يأتي بعد وصف الغرض الفني. وأيضا آيات تصف الطبيعة المتحركة في الجو، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، لاحظوا بقى الحركة، كمية الحركة في هذه الآية، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، كسفا أي قطعا، السحاب ينتشر في السماء ويتحول إلى قطع تتداخل في بعضها وفوق بعضها وقطع متناثرة في السماء، فترى الودق يخرج من خلاله، الودق يقوله المطر يخرج من خلال هذا السحاب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، المطر ينزل على أينما شاء الله على أي قوم،
إذا هم يستبشرون. دايما نقول إن المطر خير، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، الله الذي أحيا الأرض قادر على إحياء الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا هو الغرض الديني في آخر الآية. وأيضا في آية أخرى، أولم يروا إلى في سورة الملك، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، صفات باسطات أجنحتها ويقبض، وأحيانا الطير وطير بيقبض الجناح، يكون الطير كأنه طيارة طائرة، ما يمسكهن إلا الرحمن وإنه بكل شيء بصير. هذه الصور التي نراها كل يوم ولا نلتفت إليها، القرآن يعني التقط هذه الإشارات وهذه الصور بمنتهى الدقة ومنتهى البراعة الفنية. وأيضا من الآيات التي تصف الطبيعة المتحركة في الأرض، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ينابيع، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الزرع يخرج في نضارة وبعد ذلك يذبل، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، لأولي العقول، أصحاب العقول. كل هذه أدلة على وجود الله. نكتفي بهذا القدر في وصف مشاهد القيامة ووصف الآيات التي يعني تدل على وجود الله عن طريق وصف السماء والأرض، وصف الطبيعة في السماء، وصف الطبيعة في الأرض والجو، مشاهد متحركة ومشاهد صامتة كلها تدل على وجود الله. فنكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم، وإن شاء الله الحلقة التالية سنتحدث عن التخييل الحسي والتجسيم في القرآن الكريم. ودمتم بخير، ودائما إن شاء الله نراكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.